المغرب واستاذ محمد طلال عضو مجلس اداره نادي الوداد المغربي، ويعني ابارك له الاول على الصعود للدور قبل النهائي. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور. مساء النور، وبدوري ابارك للاهلي وللزمالك المصري. ربنا يخليك يا رب. خليني اسالك، طبعا فرحه الصعود للدور قبل النهائي، المباراه اكيد كانت صعبه امام النجم الساحلي. أكيد لم يكن تأهل سهلا، خاصة أمام كما تفضلتم أمام فريق عنيد، فريق نجم الساحل الذي شكل دائما عقدة للوداد على مر التاريخ، وخاصة ازداد هذا الشك الفريق بعد النتائج السلبية التي بصم عليها نادي الوداد في البطولة المحلية بعدة انهزامات متتالية وتغيير المدرب فقط 3 أيام قبل إجراء مباراة الذهاب. أنا مع حضرتك يا أستاذ محمد، أنا معاك. سامعني؟ أنا سامعك، وأنت سمعتني؟ سمعت التدخل؟ طيب، خليني أسألك على مواجهة النادي الأهلي طبعًا. يعني أكيد النادي الوداد واجه النادي الأهلي يمكن في نهائي أفريقيا منذ عامين تقريبًا. وكان الوداد طبعا تفوق على النادي الاهلي في هذا النهائي، وكان بطل افريقيا في هذا الوقت. واجه مره اخرى امام النادي الاهلي بعد سنتين تقريبا، بتشوفها ازاي؟ والله هي مقابله، ومقابله نهايه قبل الاوان. انا شخصيا واضم عده فعاليات وداديه هنا بالمغرب كانت تنظر الى ان فريق الاهلي كان مؤهلا فوق العاده الى المباراه النهائيه لكي يلعب النهائي هذه النسخه. وكنت شخصيا اتمنى ان اواجه نادي الاهلي المصري، وتكون خاصه بعد سنتين من النهائي التي سبق الوداد ان تغلب وفاز باللقب بالكاس. ولكن كان للنتائج راي اخر، وتأهل الوداد ووجد فريقا قويا في نصف النهائي. نحن نحترم فريق الأهلي بشكل كبير، ونعرف قوته، ونعرف ما مدى شخصيته في إنجاز وفي تحقيق الألقاب. ولكن الوداد أيضا كما تشوف سمونا نادي الأهلي نادي القرن في مصر، نحن هنا وداد وغنى من القوة ما يكفي لكي نواجه فريق الأهلي المحترم. يعني تجهيزات بقى الفريق من دلوقتي هتكون متواجدة ازاي في نادي الوداد؟ ويمكن فكرة عدم تواجد الجماهير في المغرب في الوقت الحالي أستاذ محمد، هتكون في الوقت ده ممكن الأمور تتغير كتير، لكن عدم وجود جماهير الوداد في مباراة الأهلي وارد ولا ممكن ما ده ممكن القرار يتعدل؟ وعدم وجوده هل ده هيأثر بالسلب على فريق الوداد؟ والله ادعو من اعماق قلبي بان من هنا لشهر ماي حيث سنواجه الاهلي في ذهاب نصف النهائي هنا بالمغرب، ان يكون هذا الداء قد اختفى على الاقل في البلدان العربيه. لان لا اتصور ان 22 لاعب يجرون وراء الكره بدون حضور الجماهير، خاصه اتكلم عن الجماهير هنا جماهير الوداد، تؤكد المكان وتكون ليس اللاعب رقم 12 ولكن اللاعب رقم 1. وتابعتم معنا مباراة الأمس في نجم الساحل، يعود تأهل الوداد بشكل كبير أو بنسبة كبيرة إلى الجماهير الودادية. أتمنى كما قلت أن نجري لقاء الذهاب هنا في المغرب أمام الأهلي أمام جماهيرنا للسند الحقيقي. الغيب لا يعلم إلا الله. تعلمون بأن أيضا أن الاتحاد المغربي الآن الجامعة الملكية لكرة القدم قد أقرت بأن تجرى جميع المباريات هنا بالدوري الأول والثاني وكل التظاهرات الرياضية بدون جماهير وبدون تجمعات كبيرة للجماهير. أنا عندي أمل أن من هنا لشهر ماي إن شاء الله نواجه فريق الأهلي بجماهيرنا. احنا نتمنى المباراة تبقى جميلة وجيدة، ويعني اكيد انا كأهلاوي ممكن بقى ولعيب في النادي الاهلي اتمنى النادي الاهلي يتفوق بقى على الوداد بقى، يعني تفوق مرة قبل كده الوداد، لكن النادي الاهلي يعني اتمنى ان هو يتفوق. شرفتني يعني حضرتك استاذ محمد طلال عضو مجلس ادارة نادي الوداد المغربي، وكلامه مهم جدا عن
فريق الوداد وتجهيزاته، كان يتمنى ان ما يقابلش النادي الاهلي في هذا الدور، لكن خلاص انت يعني الماتشات خلاص تم تحديدها ونهائي مبكر. لكن هي دي قوه دوري ابطال افريقيا في السنه دي، او في الوقت ده الامور بقت صعبه جدا بالنسبه ليه الفرق الاربعه اللي هيبقوا متواجدين. نادي الزمالك هيلاعب رجاء ايضا، فريق مغربي وفريق قوي، اتنين ناديين من مصر واتنين ناديين من المغرب، يعني مصادفه كده. لكن في الاول وفي الاخر اتمنى ان شاء الله النهائي يكون مصري، الاهلي والزمالك.